اهلا بيكم مشاهدينا في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اختتم تدريباته على ملعب التتش استعدادا لمباراه بتروجيت اللي هتقام مساء اليوم على استاد القاهره في نصف نهائي بطوله كاس مصر. اللاعبين خاضوا فقره بدنيه في بدايه المران وكمان بعض الجوانب الفنيه والخططيه تحت اشراف ريكاردو سواريش المدير الفني وجهاز المعاون. فريق الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش هيفقد جهود 5 لعيبة في مباراة بتروجيت في نصف نهائي كاس مصر، وهم أكرم توفيق وعمار حمدي وبيرسي تاو وميكي سوني وأحمد عبد القادر للإصابة. البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك عمل جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات امبارح على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة المقاولين العرب في مسابقة الدوري الممتاز، وطلب المدير الفني من اللعيبة التركيز في الفترة الحالية لمواصلة مسيرة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري، وشدد انه ما فيش مجال للتفريط في اي نقطة خلال الفترة اللي جاية. ارتفع رصيد البعثة المصرية في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في الجزائر ل 32 ميدالية في المركز السابع في ترتيب الدول المشاركة في البطولة، بعد ما حققت البعثة 32 ميدالية متنوعة، 7 ذهب و10 فضية و15 برونزية. رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA أعلنت عن تصنيف رجال السكواش لشهر يوليو الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للشهر الثاني على التوالي، وجه نيوزيلندي بول كول في المركز الثاني، وتقدم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي مركز عشان يحتل التصنيف الثالث بعد تتويجه خلال الفترة اللي فاتت ببطولة الجونة الدولية والعظماء الثمانية، وفي المركز الرابع حل البروفي دياجو إلياس. كمان أعلنت الرابطة عن التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر يوليو، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة على صدارة التصنيف للشهر الرابع على التوالي من بداية تقدمها للصدارة في إبريل اللي فات. نادي انتر ميلان الإيطالي أعلن التعاقد مع الحارس الكاميروني أندريا أونانا قادما من أياكس أمستردام عشان يكون الحارس الأول للفريق خلال الموسم اللي جاي. كمان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن التعاقد مع الحارس ستيفان أورتيغا مورينو صاحب 29 سنة في صفقة مدتها 3 سنين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي أرمينيا بيلفيلد الألماني. نادي ليفربول الإنجليزي أعلن امبارح تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع الريدز، وأصدر نادي ليفربول بيان رسمي ذكر فيه يسر نادي ليفربول الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقد جديد طويل الأمد مع النادي. وفي أول تعليق بعد التجديد عبر النجم المصري محمد صلاح عن سعادته الكبيرة بتجديد عقده مع الليفر، وقال صلاح في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: التجديد شعور رائع وأنا متحمس للفوز بالألقاب مع النادي، وأضاف: أعتقد أن التجديد استغرق بعض الوقت ولكن الآن كل شيء تم، لذا نحتاج فقط إلى التركيز على ما هو قادم. A lot of talk and a lot of speculation. How pleased are you that it's done now and all the focus can be on your football? Yeah, it takes time, I think, a bit to renew, but it's just like now everything's done, so that's we need to focus. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، دلوقتي هنرجع لشاذلي وجمعنا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليك. نشكرك يا ريندا جزيل.